وسام خبرنا محمود شفناه عم بيتميز بالسباق الرمضاني، خبرنا عن هيدي الشخصية. أول شيء ليش أغرتك؟ إحنا دايما بنعرف إنه أنت بتحب تتأنى بخياراتك. ليه أغرتني شخصية محمود بمسلسل للموت؟ لأنها تحمل قضية الشعب اللبناني، الشباب اللبناني والعربي اللي هو بيتخرج من الجامعة ما بيلاقي شغل، ما حدا حده، ما حدا بيقدر طاقاته، الفقر موجعه، عنده أهله ما قادر يعيلهم، مرضى ما قادر يجيب لهم قنينة أكسجين يغير لهم. هالقد بيوجع الدور، هالقد بيحكي عن شريحة كتير كبيرة عم تتألم بصمت. فكرمل هيك اعتبرت هو ضيف المسلسل، بس أنا كان بدي حوله ليصير خط رئيسي من خلال المساحة اللي عنده إياها، من خلال مجموعة المشاهد اللي عنده إياها. بس قضيته كتير كبيرة، والحمد لله قدرت أعكس هالدور من نص قلبي، أعطيته من نص قلبي. اليوم محمود خلال تجسيده هالشخصية يعني شفنا قديش كان عنده تأثر، كنت عم ضلك تذكر بيك أنت وعم بتمثل دور محمود؟ أكيد أكيد، وخاصة المشهد اللي جمعني بست ختام اللحام لما تجي لعندي على الحبس وتنقل لي خبر وفاة والدي، يعني هيدا يعني خلصت المشهد ضليت كذا يوم كتير تعبان، لأن ذكرت اللحظة حسيتها إجت رجعت وهي بتوجع. بس بعتبر انه هيك تركت ذكرى وارشفت شيء ونوع من التواصل مع بي الله يرحمه، وحسيته حاسس فيه. اليوم خبرنا شو عم بتحضر غير شيء على الصعيد الفني؟ هلا كان كل التركيز كل الضغط، يعني واحد ما في يكون عم بيحضر شيء وبنفس الوقت بعده عم بيصور. يعني من بعد رمضان بترجع بتهدى الامور، بيرجع الواحد بيقدر اذا بده يقرا نص يكون طلع من الجو اللي هو فيه، يعني ليقدر هيك يكون عنده تقييم صح. بعتبر انا المرحله اللي جاي ان شاء الله رح تكون مرحله حلوه بالنسبه لي بالادوار التراجيديه، لان كل العالم اثنت على الشكل والاداء الواقع اللي انا اعطيته والحساس، وبعتبر المخرجين والمنتجين والكتاب انتبهوا أكثر وأكثر أنه وسام عنده كتير إشي غير الكوميديا ويتفوق بأدائه على الكوميديا. اليوم شو السلبة بتوجهها للأشخاص اللي دايماً مثلاً حضرتك بيانت بالأدوار الكوميدية حطوك بهيدي الأدوار لبالآخر أنه إجاك الفرصة أنه أنت تثبت حالك وأنت كمان دراما شاطر، اليوم شو بتقلن لهود الأشخاص اللي عم يظلموا ممثلين بمحل معين؟ أنا برأيي الإنسان العنيد والممثل العنيد لو شو ما صار وطول الموضوع بيرجع بيكسر هالشي، وأنا كسرته. موهبتك وشغلك هن اللي بيخلوك تثبتي لهالصناعة أو القيمين على الصناعة أنه أنت مش ممثلة مصنفة، أنت ممثلة شاملة. أنا براقب كتير ممثلين عالميين كلهم لعبوا اللي عنده، تبي مش كل الممثلين عندهم موهبة الكوميديا، اللي عنده موهبة الكوميديا قادر يجيد لعبة تراجيديا، بس إذا ما عنده إياها بيقتصر شغله بالأدوار الجدية. الكوميديان قادر يلعب الدورين، وكل الممثلين العظمى الكبار بتعلم منهم مرقوا بهذا الشيء. اليوم بيقولوا هيدا السباق الرمضاني أنصف الممثل اللبناني، شو رأيك؟ أكيد أنصفه أكيد، لأن كان حضوره الممثل اللبناني أكثر من رائع، عطى من قلبه. إذا عم بحكي عن مسلسل للموت عطى مستوى عالي من الأحاسيس من الحرفية، وعطول منقول الانتاجات المشتركة العربية كانت عم تفيدنا، لأن عم نتعلم من غيرنا من الممثلين العرب، وهي المهنة عبارة عن تراكم مثل ما بيقولوا تجارب. وأنا برأيي من هلأ ورايح عم نطلع درجة درجة لنصير تسويقيا وقت يكون منتج لبناني محلي خالص يتسوق مثله مثل العربي.